إذا المشاهدين قناة شباب قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من ملعب بشير رمدية محمدية. يعني لحظات على مغادرة، في هذه اللحظات كما شفنا مغادرة الحافلة الخاصة بفريق حسين أكادير لتلقى هزيمة هنا في ملعب بشير رمدية محمدية بواحد الصفر بعد الأداء الأكثر من رائع لاعبي ديال النادي الرياضي السالمي اللي حقوا ثلاثة نقاط وحقوا الفوز هنا في ملعب البشير. مشاهدينا ومتشبعينا كما كتشوفوا في هذه اللحظات استنفار أمني كبير على المباشر مباشرة من أمام ملعب بشير. يعني في هذه اللحظات غادرات الحافلة الخاصة يعني بفريق حسنيش أكادير في انتظار مغادرة الحافلة الخاصة بالنادي الرياضي السالمي. يعني مقابلة اليوم اللي مرت أجواء رائعة، طبق كروي جميل اللي خلى اللي سلاج انتصار ديال فريق النادي الرياضي السالمي على حساب فريق حسنيش أكادير بواحد صفر. يعني هدف اللي جاء ضد مجرى اللاعب كما كتشوفوا معنا مشاهدينا ومتابعينا. في هذه اللحظات لازلنا ننتظر يعني خروج الحافلة الخاصة بالنادي الرياضي السالمي اللي قدم اليوم مقابلة أكثر من رائعة، بداية من الحارس العلوش يعني إلى لاعب افتاح اللي عطاو مقابله، عطاو طبق كروي جميل كيف ما كنشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. استنفار امني كبير في هذه اللحظات كيف ما كنشوفوا معنا مغادرات الحافله الخاصه بالنادي الرياضي السالمي اللي غيتجهوا يعني نحو المدينه ديالهم باش يستعدوا الباقي وقادم المقابلات كيف ما كنشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. برافو النادي الرياضي السالمي، برافو الفريق النادي الرياضي السالمي اللي حقق يعني مقابله رائعه اللي كما كنقولوا انهم قدموا طبق كروي جميل، طبق كروي رائع اللي شرفوا بالمدينه ديالهم وعرفوا تصالح مع الجماهير كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا في هذه اللحظات. مغادره حافله نادي الرياضي السالمي اللي حقق انتصار مهم اليوم يعني بنتيجه 1-0. برافو عليهم، هارد لاك الفريق حسنيش اكادير اللي ما ساعفوش الحظ باش انه يحقق انتصار في المقابله ديال اليوم. كما كتشوفوا معنا استنفار امني كبير يعني اللي تابع المقابله هذه، شوفوا معنا العدد الكبير ديال عناصر الامن الوطني اللي مشكورين اللي كيسهروا على قبل باش انهم يضمنوا السلامه ديال المواطنين. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام العدد ديال العناصر، لا من القوات المساعده لا عناصر الامن الوطني كيقوموا بمجهودات جباره باش انهم يسيروا. شوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني العدد استنفار الامني اللي كاين هنايا على المباشر مباشره من ملعب البشير في مدينه المحمديه. ما علينا الا نتمناو هارد لاك، نتمناو حظ سعيد الفريق حسنيش اكادير في باقي المقابلات، وهنيئا هنيئا للنادي الرياضي السالمي. موعدنا يوم الاحد في المقابله الحارقه اللي غتجمع بين فريق شباب المحمديه ونادي الوداد الرياضي، مقابله قمه، مقابله اللي غتلعب على صفيح ساخن. نتمنوا التوفيق لجميع اللاعبين كما كتشوفوا معنا في اللحظات. استنفار امني كبير من امام جنبات ملعب البشير بمدينه المحمديه. يعني كيف ما كنقولوا كنتمنوا حظ سعيد النادي الرياضي السالمي، كنتمنوا حظ سعيد لجميع فرق البطوله الوطنيه. الى هنا مشاهدي قناه شباب قناه شوف تيفي، نكتفي بهذا القدر على ملقاكم بث مباشر اخر. شكرا والى اللقاء.